بالظبط كده. في ناس قالت نقطتين في منتهى الجمال، ان هي ما فيهاش اي تفاصيل، دي نقطة، والنقطة التانية ان ما فيهاش اي صور، تمام، ما فيهاش اي تفاصيل وما فيهاش اي صور. معنى ان ما فيهاش اي تفاصيل واي صور، هل ده يلزمنا ان 19 دي تكون عبارة عن صورة؟ تمام، ممتاز جدا. يعني ده معناه ان احنا كلنا مقتنعين ان ما ينفعش ان 19 دي تكون صورة. ليه؟ لان انتوا ملاحظين كمان ان 19 بالحجم هي اكبر صورة، صح؟ 19 بالحجم هي اكبر صورة، وبالتالي لو انا خليت 19 تفضل زي ما هي صورة، يبقى ده معناه عملية التحميل بتاعها هيكون بطيء ولا سريع؟ هيكون بطيء جدا، هيكون بطيء جدا، تمام. يبقى في الحالة ديت انا لازم، لا، لو قسمتها مربعات يبقى انت يبقى انت بتقسمها تقسيمة ملهاش اي لازمة، لان هي اوريدي هي ما فيهاش صور، انت ليه هتقسمها مربعات؟ بالظبط كده، زي ما قالت فاطمة، هتبقى عبارة عن خلفية، عن خلفية، هي هتفضل، لا سلايز يا محمد، يعني هتفضل سلايز بس هتتعمل كخلفية. طيب دلوقتي لو انا عايز اعملها كخلفية، هنعملها ازاي دي بقى؟ هنشوفها دلوقتي مع بعض. دلوقتي لما هاجي اقف على الصورة بتاعتي دي، اللي هي الصورة نمرة 19، تمام، الصورة ديت احنا متفقين على ان ما فيهاش، او السلايس دي بقى بلاش نقول صوره، السلايس دي ما فيهاش اي تفاصيل وما فيهاش اي حاجه، وهي دي اللي هيبقى فيها التكست بتاعي. يعني بعد كده لما حاجه اضيف تكست، انا هضيف تكست في الجزء ده. يبقى في الحاله دي ازاي؟ يبقى في الحاله ديت لازم الجزء ده ما يكونش فيه ايه، ما يكونش فيه ايمج، يبقى الجزء ده لازم يبقى فيهوش اي صور خالص. طب علشان اعمل حاجه زي دي هعملها ازاي؟ اعمل حاجه زي، هروح جاي بقى اعمل ايه؟ رايت كليك، ومن رايت كليك هختار اوبشنز، رايت كليك هختار سلايس، دايس على اختيار حاجه اسمها سلايس تايب، سلايس تايب، سلايس تايب. هنا انا عايز اخلي الحته دي ما يبقاش فيها ايمج، يبقى في الحاله دي بدل ايمج هختار ايه؟ نو ايمج، بدل image حاجة اختار no image. وفي الحالة ديت هيبقى عندي الايه، الجزء اللي تحت خالص اللي هو slice background type، عايز اختار لون ال background بتاعتي هتبقى ايه، هي نفس اللون اللي موجود عندي في ال slice نمرة 19. طب ازاي هختاره ده؟ هروح جاي بدل none هروح جاي مختار other، بدل none هروح جاي ومختار other، تمام. اول ما حاجه اختار other هتطلع لي الايه، اللي هي الدايلوج بوكس اللي بيبان فيه اللي هو بخط. هروح جاي عامل ايه؟ هروح جاي واقف على الجزء بتاعي بتاع السلايز نمبر 19. هنلاحظ لما باجي اقف على الجزء نمبر 19 هتظهر لي الاي دروبر تول، هروح جاي عامل عليها ايه، مختار اللون بتاعي. هختاره ازاي؟ ان انا اروح جاي دايس عليه واروح جاي قايل له اوكي، وبعدين اقول له اوكي. في الحالة دي هيبقى الجزء بتاعي ده هيبقى عبارة عن no image لما هاجي احتفظ بالصفحة ديت ك HTML. واضحة الحتة دي يا جماعة؟ طيب هنقول النقطة دي تاني للي عنده مشكلة فيها، تمام؟ هنقول النقطة دي تاني للي ما عندوش، للي ما وصلتلوش النقطة ديت، تمام؟ طيب مرة تانية، ويا ريت برضه نبقى كلنا مركزين في النقطة ديت. دلوقتي احنا زي ما قلنا متفقين على ان السلايز نمرة 19 دي هي عبارة عن
سلايز ما فيهاش اي images، هي عبارة عن سلايز وما فيهاش اي images. تمام، يبقى في الحالة ديت هروح جاي عامل ايه، هروح جاي عامل رايت كليك، ومن رايت كليك هختار edit slice options، هقول له ايه رايت كليك وهقول له edit slice options. حلو، وبعدين هروح جاي من slice options وبقى عندي اسمها slice type. الحالة دي لما بيجي عندي اللي هي slice type هاجي بدل ما اختار image هختار no image، يبقى بدل slice type يبقى عندي slice type، بدل image هختار no image دي. تمام، ده بالنسبة لايه ال slice type. تالت نقطة هيجي عندي ال slice background type، في الحالة دي حاجة اختار ايه other، ولما باجي اختار other هتظهر لي البالت بتاعت الالوان، هروح جاي واقف على السلايز نمبر 19 عشان اختار اللون عن طريق الاي دروبر تول. يبقى انا ببتدي اقف على السلايز نمبر 19 عشان خاطر اختار اللون بتاعي بالاي دروبر تول، هروح جاي قايل له سيلكت وبعدين اقول له اوكي وبعدين ثانيه. ايه الاخبار؟ ينفع تختار لون من طبعا ينفع تختار لون من الالوان، اللي عايز يختار اي لون يعجبه ماشي مفيش اي مشكلة خالص. طيب مين اللي عايز يسأل؟ اللي عايز يسأل ممكن يسأل، يا ريت يا جماعة اللي ما عندوش اي مشكلة في الاسئلة ممكن يستنى شوية بس لغاية الناس اللي عايز تسأل. لا مش معنى جلبسها الجست 100 مش معنى ان انا ازيد عدد القطع يعني بزيد وخلاص، يعني مثلا مش عمال على بطال، يعني هي المسألة ان زيادة عدد القطع بتوضع فيما فيها خدمة الموضوع. تمام، يعني بما يخدم الموضوع، يعني مش عايز احط حاجة تخل بالموضوع بتاعي، لان لو حطيت حاجة هتخل بالموضوع بتاعي ما ينفعش. تمام، ايوه محمد ممكن تسأل، محمد مسعود ممكن يسأل. لا القطع دي مش هتبقى layers يا جست 180، القطع مش هتبقى layers. تحميل الصور بيبقى بالتوازي مع بعضه، بيبقى على حسب، بيبقى في الاغلب العام بيكون بالتوازي، بس طبعا بترجع برضه على حسب ظروف كل صوره من الصور اللي بتتقطع. مش شرط يبقى 10 افضل من 5، مش شرط يبقى 10 افضل من 5، المهم انك بتحط التقطيع بما يخدم شكل التصميم بتاعك. يعني ما تجيش في الاخر مثلا تعمل لي تقطيع طول وعرض وفي الاخر بتبقى عندك اللينكات متقطعه، لا لازم يكون اللينك اللي عندك كصورة يبان كامل. تمام، الباك جراوند بتاعتي مالتي كولر، ده سؤال جميل جدا، سؤال جميل جدا وحلو جدا، بس خلينا النقطة دي ان شاء الله باذن الله بعد البريك بتاع الصلاة. اوكي، فاحنا البريك بتاعنا يا جماعة لغاية الساعة 9، وان شاء الله باذن الله السؤال اللي سأل لوسيكا يؤكدوا عليا تاني برضو بعد الصلاة، وان شاء الله باذن الله هن ايه نجاوبك عليه. 9 السلام عليكم، رجعنا لكم تاني. هنتابع مع بعض ان شاء الله المتبقي من محاضرة النهاردة الخاصة بالسلايزنج في الفوتوشوب. طبعا انتوا شايفين برضو الاعلان اللي هو الموجود على الوايت بورد 2 اللي هو خاص ب اللي هو البرنامج المشاركة في محو الامية. طبعا اللي حابب ان هو يبتدي يشارك في التدريبات ديت، طبعا دي برضو احد التدريبات الخاصة بملتقى الدارين. كان في اللي هو السؤال اللي كان سأله
سيكا، مش عارف بقى اذا كان هو موجود دلوقتي ولا لا. لا دي انا ما اعرفش جست مية ايه الموضوع بالظبط، يعني دي بقى تسأل فيها الخاص بمواقع متقدرين، لان هو اكيد طبعا هم بيضربوكوا على حاجة وبعد كده انتم مش اكيد مش هتتعاملوا من خلال الكمبيوتر، ممكن يكون من تعامل مباشر، الله اعلم، انا ما اعرفش النقطة دي تحديدا، دي ممكن تسألوا فيها إدارة الدارين. طيب بالنسبة للنقطة اللي كان بيسأل عليها سيكا، اللي هي خاصة بإن أنا لو أنا عندي الجزء بتاع الصفحة بتاعتي فيه أكتر من لون وأنا عايز أعمل عليها عملية التقطيع، ده السؤال اللي كان هو إيه بيسأله، تمام كده برضو يأكد على السؤال بتاعي، السؤال اللي أنا بقوله. ماشي، لو الخلفية بقى فيها، لو الخلفية فيها أكتر من لون، يعني احنا طبعا احنا هنعرض المثال عشان برضو ايه يبقى شايفين بالظبط ازاي هنبتدي نطبق الموضوع دوت، تمام. طيب دلوقتي هنرجع ندخل تاني على الصفحة بتاعتنا. لو انا عندي مثلا جزء زي ده وهي فيها اكتر من لون، ممكن يبقى فيها لونين، ممكن يبقى فيها ثلاثة، احنا هنتعامل لو الحالة بتاعتنا فيها لونين، واللي هيطبق عليها هيطبق على بقية الايه الشغل بتاعنا، تمام. في الحالة ديت احنا هنلاحظ حاجة مهمة جدا، لو احنا مشينا بعرض الصورة بتاعتنا، يعني احنا لو مشينا بعرض الصورة مش بيتكرر عندي هنا لون واحد، يعني بيتكرر عندي لون واحد اللي هو اللون الازرق، ولو نزلت في اخر الصورة برضو في عندي لون بيكرر على طول الوقت اللي هو اللون الاخضر بنفس الدرجة بتاعتها على طول الخط دوت، يعني التغيير حادث بشكل ايه طولي، التغيير حادث في حالتنا دي بشكل طولي، يعني من درجة اللون الازرق لدرجة اللون الايه الاخضر، فديت انا عندي خلفية فيها اكتر من لون، مش فيها لون واحد ولا لونين، لان خلي بالكم احنا يبان في الظاهر ان في هنا طرف لونه اخضر وطرف لونه ازرق، بس عملية التدرج ما بين الأزرق لغاية الأخضر دي فيها ألوان تانية متداخلة معاها، يعني ده معناه إن أنا عندي الباك جراوند دي فيها أكتر من لون واحد. في حالة زي كده علشان أبتدي أعمل لها عملية السلايز، طبعا بروح جاي من التول بوكس وباجي أختار سلايز تول، تمام. يبقى أنا باجي من التول بوكس، ومن التول بوكس باجي أختار سلايز تول، وبعد ما باجي أختار سلايز تول هاجي وأرسم السلايز بتاعتي بالحجم ده، تمام. هاجي وارسم السلايز بتاعتي بالايه بالحجم دوت، وبعدين بعد ما افعل تاني سلايز تول وهختار سلايز سيلكت تول، هاجي اقف على سلايز تول وهاجي اختار سلايز سيلكت تول، تمام، وبعدين اقف عليه هنا وهقول له رايت كليك، ومن رايت كليك هاجي اختار ايديت سلايز اوبشنز، هاجي اقول له رايت كليك وهختار ايديت سلايز اوبشنز، وهاجي هنا هخلي السلايز بتاعتي بس هيكون الويت بتاعها بيكسل واحده فقط، هخلي الويت بتاعت السلايز بتاعتي بيكسل واحده بس، وبعدين هختار اوكي. انا هنا مش هحتاج بقيه الايه الجزء دوت، انا هيبقى بالنسبه لي السلايز دي هتحل مكان كل الايه الجزء بتاعي دوت، السلايز دي هتحل مكان الايه الجزء بتاعي ده، يعني لما هيجي بعد كده عمليه التقطيع تتم ودي مثلا كانت جزء من الصفحه بتاعتي، هيبقى لما اجي اخد سلايز هاخد السلايز اللي انا عملتها بس اللي هي الويتس بتاعها بيكسل واحدة والارتفاع بتاعها 100، تمام. النقطة ديت دي لو انا عايز ابتدي احط سلايزنج لحتة فيها مالتي كولر.